السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، كل سنة وأنتم طيبين. الحلقة دي هتبقى آخر حلقة لنا في شهر رمضان المبارك، وبإذن الله نتقابل بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير. تعالوا نشوف مع بعض المخطط اللي عن طريقه هنفهم أنا عملت إيه. تعالوا نشوف مع بعض مخطط واضح للتوصيلات. فيشة، محاول مايكروويف قديم ولفيناه 15 لفة بسلك 2.5 ملي، قنطرة توحيد 50 أمبير، بطارية 12 فولت. ده كان المخطط المرة اللي فاتت، هنزود هنا المرة دي لمبة 200 واط. بنوصل طرف من أطراف الدخل على الترانسفورمر، والطرف التاني بنقطعه باللمبة. ده نفس دايرة السيريا اللي شرحناها قبل كده. في فيديو سابق أنا اتكلمت عن دايرة السيريا وشرحناها بالتفصيل، وشرحنا ازاي صنعنا الجهاز ده، ومن جوه بتوصل ازاي، واللمبة دي 200 واط بتتوصل على التوالي عشان تختبر بيها الأجهزة. دايرة السيريا دي بكل بساطة في طرف من الطرفين دول متوصل مع رجل من الرجلين دول، يبقى الطرف ده هو الرجل دي. الطرف التاني مقطوع باللمبة ومتوصل على الرجل التانية. أما الطرف التالت للفيشة فالمفروض ان هو التقريض بيتوصل بجسم الترانسفورمر. قنطرة التوحيد بيكون لها 4 أرجل، ولاحظ ان الرجل الموجبة دائما بتكون مختلفة في وضعها، طرف موجب وطرف سالب بيكونوا مقابلين لبعض، وطرفين اتنين تيار متردد جايين من الترانسفورمر، ادا طرف وادا الطرف التاني. والطرف السالب من القنطرة بيروح على البطارية، والموجب بيروح على البطارية زي كده، وكده اكتمل التوصيل. وتعالوا نشوف الكلام ده عمل ايه. دي البطارية اللي اختبرنا بيها المرة اللي فاتت، 39 امبير ساعة 12 فولت، هنختبر بيها المرة دي برضو. فرغتها لمدة ساعة بلمبة عربية 12 فولت لمدة ساعة بالشكل ده. تعالوا نشوف الجهد بتاعها بقى كام. زي ما احنا شايفين جهدها 12.8، واحنا عارفين ان جهدها لما يكون مكتمل تماما بيبقى 13.2 وهي جديدة، وممكن ينزل ل 12.9. ده يعتبر الجزء الثاني في تحويل محول المايكروويف القديم الى شاحن بطاريات الليد اسيد. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات انصحك ان انت تشوفه، لان هتستفيد منه كتير عشان تفهم درسنا النهارده. وقبل ما نبدا في الحلقه بنشكر جميع الناس اللي دخلوا وعلقوا تعليقات ايجابيه بحيث ان هم يطوروا المشروع معايا. انا بجتهد، قد اصيب وقد اخطئ، انتوا عليكم توجيهي للطريق الصح. في ناس كتير اقترحت مثلا ان احنا نستخدم منظم طاقه شمسيه من بعد قنطرة التوحيد عشان تشحن البطارية. في ناس قالوا المكثف الكبير اللي موجود في المكيفات ممكن ناخده نوصله على التوالي مع المحولة تقلل شدة التيار فبالتالي مش هيسخن. في ناس قالت نوصل لمبة على التوالي. اقتراحات كتير جدا كلها بصراحة اسعدتني، حسستني ان في ناس عايزة تطور المشروع والفكرة حلوة. في ناس اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن ان المفروض البريدج ريكتيفاير او قنطرة التوحيد معدنية وتتحط على هيت سينك او مبرد او مشتت حراري. كلامهم صح. اللي هينفذها عملي استحسن تجيب فانة كمبيوتر قديمة من داخل كيسة باور سبلاي كمبيوتر قديمة، هتلاقي فيها فوق البروسيسور قطع الومنيوم مشتت حراري، خدها وثبت عليها البريدج ريكتيفاير عشان لو في حرارة تتشتت منك. دي قنطرة التوحيد، وزي ما احنا شايفين عاملة علامة هنا دليل انها بتولد حرارة كبيرة، وهي المفروض تتحط على الهيت سينك فعلا. وده هيت سينك من كيسة كمبيوتر قديمة. ثبتها هنا، والقنطرة دي المفروض تكون على الاقل 50 امبير عشان تتحمل. وفي ملحوظة مهمة جدا جدا نخلي بالنا منها، انت ممكن تطير قنطرة التوحيد دي لو انت عملت شورت هنا، ممكن القنطرة دي تولد فيها تيار قوي جدا يؤدي انها تتحرق، فاوعى تلامس الطرفين دول وانت مشغل الترانسفورمر، هيتحرق منك البريدج ريكتفاير. لو انا ما عنديش البريدج ريكتفاير ده ومحتاج بريدج ريكتفاير عملي ويتحمل تيارات كبيرة، في بديل له؟ في. تعالوا نشوف مع بعض. على السريع هستعرض الديود والبريدج اللي موجودين عندي. انت عندك الديود 1N4001 الى 7، ده بيشيل 1 امبير. السلسله اللي هي 1N5400
الى 1N5408 دي بتشيل 3 امبير. البريدج في منه الشكل ده، في 6 امبير وفي 8 امبير وفي 10 امبير، وفي الشكل اللي هو الميتال اللي هو بتحط على مشتت حراري من الاسفل ده، برضو في منه بيشيل لغاية 35 امبير و 50 امبير. في ديود سيليكون بيشيل 10 امبير، وفي ديود تاني من النوع ده بيشيل 40 امبير. البريدج ده مثلا بيشيل 1.2 امبير، طبعا ده ما ينفعش معانا. ديود زي ده بيشيل 7 امبير. نيجي بقى للقطعة دي اللي هي ديود مزدوج، اتكلمنا عنها قبل كده، وهي عبارة عن زوج ديودات متقابلين من ناحية الكسود. ممكن تاخد الرجلين دول ويبقوا ديود، وتاخد الرجلين دول ويبقوا ديود، ويبقى عندك زوج ديودات وتعمل قنطرة توحيد بيهم. دي بتشيل لغاية 30 امبير، وبرضه هتحتاج هيت سينك مشتت حراري للتبريد. دي موجودة في باور سبلاي كمبيوتر وموجودة في اجهزة كتير جدا. الديود المزدوج في منه حاجات صغيرة، دي بتشيل حوالي 8 امبير او 10 امبير. فزي ما احنا شايفين طرفين المحول داخلين على القنطرة، وده الطرف الموجب وده الطرف السالب اللي هتوصل على البطارية. الموضوع بسيط جدا وسهل. تعالوا هنوصل اطراف البطارية. طرف الموجب اهو، اما اطراف تغذية المحول، ودول طرفين التغذية اللي هوصله مع الكهرباء. بنوصل بالشكل ده الطرفين بتوعي، بوصلهم طرف مع اطراف الترانسفورمر بالشكل ده، يبقى طرفين لمبة السيريا متوصلين على الدخل بتاع المحول اهو. والاسلاك سميكة ومناسبة، السلك ده مش اقل من 1 ملي. ده هيبقى جهاز الفولتميتر بتاعنا، هنوصله على البطارية. المفروض لما اشغل دلوقتي لمبة السيريا تنور، لان هي بتسري لما يكون متوصلة مع الملف الابتدائي بتاع المحول. لاحظ الفولت بيزيد. تعالوا هنقيس شدة التيار بتاع الشحن، وده المهم عندنا دلوقتي، 1.59 امبير اهو، 1.59 امبير. ومع الوقت التيار ده بيقل، دليل على ان البطارية بتشحن وفرق الجهد بيزيد. هنخلي الوضع على ما هو، هنطفي الكاميرا، بعد ساعة او ساعتين هنشوف الجهد بقى كام والتيار بقى كام. لاحظ ان مفيش زنة كبيرة في المحول، ولا حرارة كبيرة متولدة في الملف الابتدائي ولا الملف الثانوي زي الاول. يعني ان شاء الله المشروع بتاعنا مشروع ناجح 100%. في ناس كتير ملهاش في الالكترونيات وعايزة شيء بسيط سهل ممكن تطبقه لشحن بطارية السيارة بتاعتها، وخاصة الشاحنات الكبيرة. فالشخص ده ما عندوش استعداد ان هو يدخل ويعمل دوائر الكترونية، ولا فاهم مكثف، ولا فاهم ترانزستور، ولا فاهم اي حاجة. فهو بالنسبة له مشروع زي ده يعتبر مشروع سهل وعملي جدا. ابسط دائرة لشحن بطاريات الليد اسيد اتكلمت فيه عن ان احنا ممكن نجيب محول مناسب ونعمل له قنطرة توحيد بدون مكثف، ونوصلها على البطارية وهتشحن معاك، ودي طريقة عملية مجربة، ودي قلناها قبل كده في فيديوهات سابقة. هي نفس الفكرة بالظبط، لكن المشكلة عندنا في محاول المايكروويف ان التيار المتولد عنه تيار كبير جدا. طيب نحده ازاي؟ هقول لكم على الطريقة اللي نجحت معايا، وان شاء الله ده يبقى سبق لنا في القناة بتاعتنا، ازاي نحور محاول مايكروويف قديم ونحوله الى شاحن اي نوع من البطاريات. بعد مرور ساعة وخمس دقائق بالظبط، تعالوا هنشغل. شوف الجهد 13.43%. تعالوا نشوف التيار 1.45 او 44%. الامور مستقرة، مفيش حرارة عالية في البطارية، المحول بدأ يسخن شوية حرارة كده بس مش درجة كبيرة زي الاول. المفروض ان الجهد ينزل هنا لغاية 13.2 لو هي بطارية جديدة وحالتها كويسة، او 12.9
لو هي مستهلكة شوية. كتير من الاخوة نصحوني ان السلك اللي هو عليه بلاستيك يستبدل بسلك عليه طبقة ورنيش، وده احسن لانه بيقلل درجات الحرارة المتولدة. كلامهم صح، لكن انا حاليا في حالة حظر، صعب ان انا انزل ادور على سلك، وكمان هدور على سلك 2.5 ملي، فصعب ان انا الاقيه في السوق في المكان اللي انا فيه، فما كانش قدامي غير ان انا استخدم السلك الكهرباء العادي. وبالطريقة بتاعتنا النهاردة الحمد لله مفيش حرارة كبيرة متولدة في المحول. بعد نص ساعة من فصل الشحن، ده الجهد اللي ثبتت عليه البطارية 13.21%، ممكن ينزل كسور برضو في خلال 12 ساعة ولا حاجة، لكن وده الجهد الثابت بتاع البطارية. شيء مهم جدا بالنسبة للأمن والسلامة اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، والنهاردة بتكلم عنه مرة تانية، احترس وخلي بالك انت بتتعامل هنا مع كهرباء 220 وتيارات عالية، فكون حريص. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده جهد البطارية بعد 12 ساعة من شحنها، 13.16%، 17%. ده دليل على ان عملية الشحن تمت بنجاح، ودليل على ان حالة البطارية دي حالة كويسة والحمد لله. في ملحوظة مهمة لازم اتكلم عنها، يا ترى الجهد بعد القنطرة هو نفس جهد البطارية؟ تعال نشوف كده. فصلنا البطارية خالص، تعالوا هنشوف بعد قنطرة التوحيد هيبقى الجهد كام. 12.3، ده بعد قنطرة التوحيد. طب ازاي بعد ما بوصل البطارية بيرتفع الجهد الى 13.2 و13.4 زي ما شفنا؟ يبقى معنى ذلك ان البطارية بتعمل عمل المكثف، لذلك لما بوصل الجهد بيرتفع. لاحظ الجهد 12.3، تعال نوصل مرة تانية وشوف الجهد هيوصل لكام. لاحظ الجهد 13.3، 35%، عمال بيزيد وهيوصل كمان لغاية 14، وصل معايا قبل كده ل 14 فولت، 14.5 كمان. الطريقة دي طريقة ناجحة وآمنة لشحن بطارية الليد أسيد. في سؤال اتكرر معايا في الفيديو السابق، ليه ما استخدمتش مكثف؟ الكلام ده شرحته في فيديو سابق بعنوان أبسط دايرة لشحن بطاريات الليد أسيد، لازم ترجع له عشان تفهم كويس. في جزء نظري، الجزء ده هيفهمك ليه ما استخدمناش المكثف. هنا البطارية بتعمل عمل المكثف، لو استخدمت المكثف بتاخد الفي روت من سكوير، فبيرتفع الجهد معاك، بيبقى جهد كبير خطر على البطارية. هنا البطارية بتعمل عمل المكثف كما لو كانت مكثف كبير متوصل على القنطرة بيتشحن. الطريقة دي علمية عملية، مفيش فيها حاجة ولا فيها اي خطورة على البطارية. خلي بالك انا اكتر واحد حريص على الامن والسلامة، بخاصة في التعامل مع البطاريات، انتوا عارفين الكلام ده قبل كده في الفيديوهات السابقة. بالنسبة لطول السلك اللي استخدمته كملف ثانوي، انت قلت لي ان قطره 2.5 ملي، كلامك صحيح، لكن طوله كام عشان اقص من السلك على قده؟ هقول لك دلوقتي، تعالوا نحسبها ونشوفها مع بعض. انا هنا عملت لفة واسعة على المحول، وبعدين بقيس طولها، هنضرب 28 سنتي في 15 لفة، شوف هيطلعوا كام. 420 يعني 4 متر و20 سنتي، خليهم 5، اما يبقى الطول بزيادة يبقى احسن. في سؤال مهم كمان، كم التيار المناسب لشحن البطارية؟ التيار المناسب لشحن اي بطارية بيكون حوالي من 10 إلى 15% من سعة البطارية. قلت الكلام ده قبل كده في فيديوهات سابقة، بس مفيش مانع نعيده تاني. لو بطارية 100 امبير ساعة، ممكن تتشحن ب 10 امبير او 15 امبير. بنسأل سؤال، لو استخدمت لمبة 100 وات بدل ال 200 وات، او استخدمت لمبة 60 وات بدل ال 200 وات، تتوقع ايه اللي هيحصل في الدايرة؟ تعالوا نشوف مع بعض. اهم جزئية اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، ازاي بتظبط تيار شحن البطارية، بيتظبط عن طريق اللمبة اللي انت هتستخدمها. لو اللمبة اللي هتستخدمها قدرتها كبيرة، يبقى التيار اللي هيمر تيار كبير، يبقى مقاومة اللمبة في الدايرة مقاومة صغيرة. خلي بالك من الكلام. طيب انا عندي لمبة 200 وات، لاحظ انا غيرت البطارية، التيار اللي مرر قد ايه والفولت اللي مرر قد ايه.
لو غيرت اللمبة دي دلوقتي بلمبة 60 واط قدرتها أقل، تيارها هيبقى أقل، مقاومتها هتبقى أكبر، فبالتالي مش هيمر تيار كبير لشحن البطارية دي. فاختيارك لللمبة مهم. يبقى أنا هنا هحتاج لمبة 100 واط تكون مناسبة مع البطارية دي، لكن مع البطارية التانية الكبيرة أنا محتاج لمبة 150 أو 200 واط. فتيار شحن البطارية بيعتمد في الأساس على قدرة اللمبة اللي هتختارها. يا رب تكون الجزئية دي واضحة. في الختام أتمنى أن يكون استفدنا من الحلقة. ما تنسناش بالدعم، لايك وشير، ولو عندك اقتراح تحت أمرك هنرد عليك إن شاء الله. ما تسيبش تعليق بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم بعد العيد بإذن الله. السلام عليكم.